أنا أحب الحقيقة، أحب أن أقول الحقيقة كما هي. حدثتكم عنها من على هذا المنبر قبل سنين عن جندي إسرائيلي، يوم قرأت قصته أنا بكيت. ما رأيكم؟ أنا بكيت عليه لأنه قتل نفسه، انتحر، وهو لم يقنص امرأة حاملا ولم يقنص طفلا، كان على حاجز، وجاءت امرأة حامل والأوامر تقول ممنوع أحد يعبر، كانت حامل تمخض، جاءها المخاض، قالت لابد أن أعبر وإلا أموت، قالوا لا الأوامر، متردد هو يريد أن يعبر، لكن المسؤول لا، ما في. ماتت المسكينة على الحاجز، دخل في داخل خيمة جنة أو داخل إيه المكان الذي هو فيه جنة جنونه، جعلوا يهدئونه، قال لا لا نحن قتلناها، نحن قتلها، قال نحن مجرمون، لماذا؟ امرأة حامل كيف قتلناها؟ خرجوا من عنده وسمعوا صوت الرصاص، دخلوا وإذا به انتحر، قلبي يدعو له بالرحمة، ما رأيكم؟ يدعو له بالرحمة، هذا إنسان، هذا إنسان لم يستطع أمثال نتنياهو والقتل الجزاري الكبار، جزاري العصر، لم يستطعوا أن يأفنوا إنسانيته، البقية الباقية من إنسانيته كانت لديه بقية وكبيرة من إنسانية. أما هؤلاء العربان الذين يقولون ما في جرائم حرب، كثر الله من أمثالك، على فكرة أحد هؤلاء وهي سيدة اسمها عزة سامي، لا أعزها الله، لا أعز الله، وأحسب أن الله سيجدد على روحها العذاب، هي التي كتبت قبل موتها بأيام، لا أدري ربما يومين، كتر الله من أمثالك، كتر الله بالتاء طبعا، كتر الله من أمثالك يا نتنياهو، جعلت تدعو له وتشجعه على عبادة غزة وأهل غزة. يقول لك حماس يا أخي، إن خلاف مع حماس، كذابون كذابون، القضية عند إسرائيل وعندكم ليست حماس، أقسم بالله ليست حماس، قولوا لي لماذا، قولوا لي لماذا، وأنا سأقول لكم بكلمة واحدة، ولو استظهروا بالثقلين على أن ينقضوها ما قدروا. طب ليجرب، وقد جربوا بفضل الله في غزة الآن، كما إيه في الداخل وفي الضفة بفضل الله، الكل منتفض والكل يمارس واجبه، ولا أقول حقه، واجبه الذي تكفله له الشرعة الدولية في الدفاع عن أرض المحتلة. يا أخي هذه أرض محتلة، يتكلمون عن المقاومة كأنها جريمة، أنا أقول لك المقاومة مكفولة بالشرعة الدولية، إلى وقلت في الخطبة السابقة، إلى أن يأتي قادة العالم أصحاب هذا القانون الدولي الذي يضعونه لنا، إلى أن يأتي هؤلاء ويقولوا لا، ما بعد الرابع من حزيران 67 مش أرض محتلة، أرض إسرائيل التاريخية وخلاص، حينئذ لكل حادث حديث، نبدأ أتكلم لغة أخرى، صحيح؟ لكن إلى الآن هذه أرض محتلة، العالم كله يقول أرض، وكل مستوطنة أقامها باراك أو بيريز أو أولمرت أو نتنياهو في هذه الأرض المحتلة يجب أن تهدم، لأنها مغتصبة، لأنها غير قانونية، كيف تقيم أنت مستوطنات مغتصبات في أرضنا يا أخي، الأرض المحتلة؟